الوزير وقته بيسمح كمية مستثمرين حضرتك مش مصدق. أنا مش مصدقها الحقيقة. الأسبوع اللي فات، لأ اللي قبله، كان في ميريل لينش جاي ومعاه 14 انفستر، 23 بني آدم، ال 14 انفستر هوز هو في الانفستمنت اللي بيشتغلوا في الايمرجنج والفرونتير ماركتس. الميتنج روم عندنا كنا حاطين دور تاني من الكراسي، وناس كانت بترفع صوابعها زي السكشن في الجامعه. والله العظيم انا مش الناس دي، انا مش متخيل ان الناس دي بتاخد شنطها وبتطير من لندن وبتطير من حتت وتيجي مصر يحرق له يومين. وانا بتكلم على شيف انفستمنت اوفيسرز، وبتكلم على شيف ريسك اوفيسرز هم اللي جايين، مش بتكلم على انالست صغير ولا بورتفوليو مانجر صغير اللي موجود. الناس دي ما بتهقليش انها بتضيع الوقت ده كله علشان ما تعملش حاجه في مصر. تمام. يعني فده انديكيشن، اعتقد ده رد. بص على حجم الدين نفسه، 2 تريليون 3 تريليون بتاع. هو اهم حاجه في الموضوع حجم الدين للجي دي بي، وحجم التكلفه بتاعت خدمه الدين للمصاريف اللي موجوده في الموازنه. هم دول الريشوز اللي الناس بتبص عليها. الناس بتقول لك هنقدر ندفع ده ولا مش هنقدر ندفع ده. الحقيقه هنقدر ندفع، لانه الجي دي بي بيزيد جدا، واحنا شغالين على الناحيتين، التو ميجر لاينز بتوع اي موازنه، الايرادات شغالين عليها، بنحاول نزود الايرادات، والايرادات ما شاء الله الحمد لله بتزيد. الضرايب قصدك ولا لا؟ الايرادات ان جنرال، مش ضرايب بس، السياحه حضرتك بتزيد. لا السياحه بتزيد، الريمتنسز بتزيد. وعلى فكره الضرايب احنا ما بنفكرش، ما فيش اي فكر لزياده الضرايب او طرح حاجات جديده. كل ما هنالك حضرتك بتعمل تاكس ريفورمز، اللي بره الضرايب والمفروض يدفع بنحاول ندخل الشرايح والناس اللي مش موجوده. لحضراتكم ان تتخيلوا مثلا في الحته بتاعه المهن الحره. المهن الحره، الرقم بتاع المهن الحره بالمقارنه بالرقم بتاع الضرايب كسب العمل يضحك، يهلك من الضحك. والمهن الحره بتكلم على محامين.